كاس العرب للانديه 2023 كاس الملك سلمان للانديه بالسعوديه 2023 واكتمال وشبه اكتمال المجموعات النهائيه اللي هنشوفها ان شاء الله في الايام اللي جايه، هقول لك في الفيديو ده عن شكل المجموعات المباريات المتبقيه جدول مباريات البطوله. السلام عليكم ورحمه الله. بفكر حضراتكم ان تم تقسيم كاس العرب الى اربع مجموعات ومتبقي ست انديه هيتم تسكينهم بناء على الدور التمهيدي الثاني. يعني المجموعه الاولى خلاص فيها بشكل رسمي الترجي الرياضي التونسي الاتحاد السعودي السعودي الشرطة العراقي والمتأهل رقم ثلاثة اللي هيجي من الدور التمهيدي الثاني أما المجموعة الثانية اللي فيها الوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي والسد القطري والمتأهل رقم أربعة من الدور التمهيدي الثاني والمجموعة الثالثة اللي فيها الزمالك المصري والنصر السعودي والمتأهل رقم اتنين والمتأهل رقم خمسة اللي هيجوا من الدور التمهيدي الثاني والمجموعة الرابعة والأخيرة اللي متواجد فيها شباب بلوزداد الجزائري والرجاء الرياضي المغربي والمتأهل رقم واحد والمتأهل رقم ستة يعني عندنا دور تمهيدي تاني في 12 نادي هيتنافسوا مع بعض عشان يتأهل ست أندية ويروحوا الى المجموعات ويتم تسكينهم في المجموعات طبعا مباريات الدور التمهيدي الثاني ست مواجهات اول مواجهه انتهت خلاص الجيش الملكي المغربي ضد الوحده الاماراتي وتاهل الوحده الاماراتي كمتاهل رقم واحد وأيضا في المباراة التانية أو المواجهة التانية الشباب السعودي ضد نادي تشرين السوري لعبوا مع بعض خلاص وتأهل نادي الشباب السعودي كمتأهل رقم اثنين وعندنا أيضا انتهت مباراة الأهلي الليبي والنهضة العماني مواجهتهم مع بعض انتهت خلاص وتأهل الأهلي الليبي كمتأهل رقم أربعة يبقى عندنا 3 متأهلين من الستة خلاص تأهلوا وتم تسكنهم في المجموعات يتبقى لنا 3 متأهلين اخرين من الدور التمهيدي المتأهل رقم ثلاثة من مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي والمتأهل رقم خمسة ما بين الاتحاد المنستيري والمحرك البحريني والمتأهل رقم ستة ما بين نوازيبيو الموريتاني والكويت الكويتي طيب شكل المجموعات الحالي بعد تأهل الثلاث أندية شكل المجموعات أصبح كالآتي المجموعة الأولى متواجد فيها الترجي الرياضي التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي متبقي نادي واحد في هذه المجموعة هو المتآهل رقم ثلاثة الفائز من مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي ده بالنسبة للمجموعة الأولى نروح للمجموعة الثانية اللي اكتملت بشكل نهائي خلاص وتعرفنا على يعني المتأهل من الدور التمهيدي وبالتالي اكتملت المجموعة الثانية أصبحت على الشكل الآتي الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري والاهلي الليبي بدي اول مجموعة تكتمل معانا اركانها الاربعة خلاص الاربع اندية الهلال السعودي والوداد الرياضي المغربي والسد القطري والاهلي الليبي اما المجموعة الثالثة متواجد فيها الان بشكل رسمي الزمالك المصري النصر السعودي والشباب السعودي ومتبقي نادي واحد والمتأهل رقم خمسة الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري والمحرك البحريني وبعد كده المجموعه الرابعه اللي اقتربت ايضا من الاكتمال متواجد فيها الان الرجاء الرياضي المغربي شباب بلوزداد الجزائري الوحده الاماراتي والمتاهل رقم سته يعني متبقي نادي واحد للمجموعه الرابعه عشان تكتمل هو الفائز من وزيبي والموريتاني والكويت الكويتي يعني باختصار كنا عايزين ست أندية من الدور التمهيدي الثاني عشان نسكنهم في المجموعات تحصلنا على ثلاث أندية خلاص بشكل رسمي الوحدة الإماراتي اللي راح للمجموعة آه اللي راح لي اللي راح للمجموعة الرابعة تأهل نادي الشباب السعودي اللي راح للمجموعة الثالثة وتأهل الأهلي الليبي اللي راح للمجموعة الثانية عايزين ثلاث أندية تانيين المتأهل رقم ثلاثة اللي هو الفائز من الهلال السوداني والصفاقسي التونسي عشان يروح للمجموعة الأولى عايزين المتأهل رقم خمسة اللي هو الفائز من الاتحاد المستيري والمحرك البحريني عشان يروح للمجموعة الثالثة عايزين المتأهل رقم ستة الفائز من نوازيب الموريتاني والكويت الكويتي عشان يروح المجموعة الرابعة ده بالنسبة لشكل المجموعات والمتأهل حتى الآن ومتبقي ثلاث مباريات فقط عايزين منهم ثلاث انديه عشان يكتمل بشكل نهائي شكل المجموعات نروح بقى لجدول المباريات في نهائيات كأس الملك سلمان للأنديه بالسعوديه 2023 مباريات قويه في منتهى القوه اقول لك على جدول المباريات طبعا ثلاث جولات كل مجموعه هيكون فيها طبعا في الجوله الاولى والجوله الثانيه والجوله الثالثه الثلاث ماتشات كل نادي هيلعب ثلاث ماتشات عشان بعد كده يتم تحديد المتاهلين الى ربع النهائي، هيكون معانا 16 نادي متقسمين على اربع مجموعات كل مجموعه فيها اربع انديه هيتاهل الاول والثاني الى دور ربع النهائي، جدول مباريات عندنا في الجوله الاولى مباراه الترجي التونسي والاتحاد السعودي المباراة الثانية المتأهل رقم ثلاثة اللي هو الهلال السوداني أو الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي المباراة الثالثة السد القطري والوداد الرياضي المغربي المباراة اللي بعد كده الأهل الليبي والهلال السعودي المباراة اللي بعد كده الزمالك المصري ضد المتأهل رقم خمسة إما الاتحاد المنستيري أو المحرك البحريني المباراة اللي بعد كده النصر السعودي والشباب السعودي وديربي سعودي قوي، المباراة اللي بعد كده شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، وبعد كده الوحدة الإماراتي ضد المتأهل رقم ستة اللي هو الكويت الكويتي أو نوازيبيو الموريتاني، دي مباريات الجولة الأولى، نروح لمباريات الجولة الثانية، الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، الاتحاد السعودي ضد المتأهل رقم ثلاثة الهلال السعودي ضد الاهلي الليبي، الوداد المغربي ضد السد القطري، الشباب السعودي ضد الزمالك المصري، النصر ضد المتاهل رقم خمسه، الوحده الاماراتي ضد شباب بلزداد الجزائري، الرجاء المغربي ضد المتاهل رقم سته، اما بالنسبه للجوله الثالثه والاخيره، الترجي التونسي ضد المتاهل رقم ثلاثه، الشرطه العراقي ضد الاتحاد السعودي، السد القطري ضد الاهلي الليبي، والهلال السعودي ضد الوداد المغربي والنصر السعودي ضد الزمالك المصري والشباب السعودي ضد المتاهل رقم خمسة وشباب بلوزداد الجزائري ضد نوازيبيو الموريتاني او الكويت الكويتي والرجاء المغربي ضد الوحده الاماراتي. ده جدول مباريات الجوله الاولى والجوله الثانيه والجوله الثالثه، كل نادي هيلعب ثلاث مباريات، هيتم تحديد الاربع مجموعات اول وثاني كل مجموعه يتاهلوا الى دور ربع النهائي. يعني خلاص اقتربنا من المنافسات، اقتربنا من المباريات المهمه اللي هتكون في شهر يوليو القادم شهر 7 في المملكه العربيه السعوديه في ثلاث مدن في السعوديه، وان شاء الله نستمتع مع حضراتكم بكل المباريات وبكل المواجهات الأندية العربية الكبيرة تتنافس على بطولة كأس الملك سلمان للأندية كأس العرب للأندية البطولة العربية للأندية كان لها مسميات كثيرة في الفترة الأخيرة وبالتالي خلاص قربنا من يعني اكتمال المجموعات متبقي ثلاث أندية فقط هيتأهلوا من الدور التمهيدي الثاني اللي هيتلعبوا فيه الفترة اللي جاية طبعا في الأيام اللي جاية وهيتم تسكنهم في أماكنهم وبالتالي خلاص يكتمل دور المجموعات أنا أتوقع يعني بصراحة مجموعات أو مباريات في منتهى القوة هنتابع مع حضراتكم في الفترة اللي جاية كل التفاصيل أولا بأول والقنوات الناقلة وكل شيء ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله